في هذه القناة نشارككم تجربتنا في عالم الدواجن وترجمناها في عدة حلقات لنفيد ونستفيد، وللعلم أننا لازلنا في بداية الطريق، فلا تنسوا الاشتراك معنا في قناتنا ودعمنا والضغط على زر الجرس ليصلكم كل ما نتوصل إليه من تجاربنا، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. تحية طيبة لكل متتبعي قناة تربية الدواجن، مرحبا بكم جميعا إخواني الكرام. حلقة اليوم بإذن الله تعالى ستكون عبارة عن مراجعة لأحد المنتوجات الجميلة والرائعة، وصراحة أعجبتني جدا قبل شرائها من شكلها ولونها، وبحثت عنها في اليوتيوب ورأيت أنها جميلة وستفيد، وفعلا أفادتني. فهذا المنتوج هو بخاخ الماء، يستعمل هذا البخاخ لرش الماء، ويمكن استعماله أيضا لرش الأدوية على الحيوانات بما فيهم الدجاج، وهذا يمكن استعماله عند رش الأدوية، وأيضا يستعمل في الحديقة لرش النباتات الخفيفة، وأيضا يستعمل في المطبخ. فقبل أن أشتريه كنت أعاني من كثرة البخاخات المتواجدة في السوق، ولا تلبث عند استعمالها حتى تتكسر أو يحل بها أي عطب، وذلك راجع لرذاءة جودتها. فهذا البخاخ من مواصفاته أنه خفيف الوزن، لا يتجاوز 60 غراما تقريبا، وطوله لا يتجاوز 28.5 سنتيم على ارتفاع 3 سنتيمترات في العرض من الجهة واحدة فقط. هذا المنتج مصنوع من البلاستيك الصلب، وبالضبط من مادة PVC. ورأس هذا البخاخ الذي يصب الماء مصنوع من النحاس، ويمكن ضبط خروج الماء منه إما رشات خفيفة أو قوية، متوافق مع كل القنينات تقريبا حتى قنينات المشروبات الغازية، وتأتي معه هذه القطعة كاحتياط إذا ما أتلفت القطعة التي معه. وهو سهل الاستعمال طبعا، وطريقة استعماله بسيطة جدا، يمكنك ضغط الهواء داخل القنينة بسحب المقبض، وذلك مع إحكام إغلاقه جيدا، ثم نضغط على هذا الزر المتواجد في الأعلى فترش الماء بكل سهولة. ففعلا المنتوج رائع، صدقوني جربته وتأكدت من جودته. للعلم، حتى يكون في علم الإخوان الكرام المشاهدين، أنني لا أعمل إشهار للشركة المنتجة وأريد بيعه، بل ما أردته هو مشاركتكم هذا المنتج لمن أراد أن يستفيد مثلي ويشتريه ويرتاح من المعاناة التي كنت أعانيها من البخاخات القديمة أو المتواجدة في السوق. وهناك أنواع أخرى كثيرة، إلا أنها باهظة الثمن، لكني وجدت هذا وكنت متأكد أنني سأصيب منتوج جيد من حيث الجودة. ثمنه لا يتجاوز $2.50 تقريبا، أي 25 درهم مغربية. كانت هذه مراجعة بسيطة لهذا المنتج، وستجدون رابط شرائه أسفل في صندوق الوصف، هذا لمن أراد أن يشتريه طبعا. فكانت هذه حلقتنا لهذا اليوم، وكان معكم أخوكم أبو علي من قناة تربية الدواجن. أشكركم على حسن المشاهدة والمتابعة، ولا تنسوا ما نقول دائما أن الاشتراك، ندعوكم للاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، وجزاكم الله خير مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.